جبنا السيد دخلنا عطانا الفلوس وعطانا التليفون ودخل باش يعمل سكانير. ملي مشينا قالوا لنا هاكو سيري طبعوا الوراق، مشينا طبعنا الوراق رجعنا جبرنا السيد ما كاينش. السيد مع 12 ديال النهار ديال في النهار الاثنين يومنا هذا ما كاينش اللي خبر عليه نهائيا مره. مشينا فتشنا في على برا في السبيطارات، فتشنا في الخيريات، سولنا في الخيريات اللي بلينا الناس برا كنسولوه ما خلينا ما فين فتشنا، عملنا في الفيسبوك عملنا والو ما كاينش السيد الاثر ديالو. طالبنا الكاميرات قالك الكاميرات ما تما ما كايناش الكاميرات نهائيا، ما وصلش تما الكاميرات، الكاميرات ما كاينينش تما. قول على الاقل غير نتبعوه نشوفوا، قالك ما كاينش هذا. مشينا للكوميساريه قالوا لنا 48 ساعه عاد رجعوا. جبنا خويا السيد من مدينه تطوان نهار الاثنين 4 في شهر 4، جبناه في لابيلانس، جبناه المستشفى السويسي. دخلت لابيلانس مع 11 ديال النهار، الدواء يعمل السكانير، عمل السكانير معاه اختو ومراته، دخلوه السكانير. مشاوهم ملي دخلوه قالوا لهم سيروا طبعوا هذا الورق. ملي مشاو هما يطبعوا ديك الورق ملي رجعوا ما جبروش. ملي سقساو عليه تما ديك الفرمليات وداك الشيء قالوا له السيد خرج. قالوا كيفاش خرج والسيد ما قادرش، راه مهلوك مره. قالوا ما ربما يكون تما، ولا طلعوا كيقلبوا كيفتشوا تما نهائيا ما جبروش مره. مشاو وحده مشات للباب هكا كيفتشوا تجي هذا الباب، سولوا ديك السكيورتي اللي تما، سولوا وراو التصويره ديالو في التليفون، ما كاينش اللي عطاه الخبر، اللي عطاهم الخبر نهائيا. صافي عيطوا عليا انا، جيت حتى انايا، مشي بقيت كنفتش معاهم. مشينا للموتى والو، مشينا تما كنفتشوا الانعاش، مشينا سقسينا، مشينا اولا بعدا دخلنا عند الكاتب العام، مشى فتش معنا في الانعاش قال لك ما كاينش نهائيا. ما هذا السيد هذا كان ولين يخرج وخرج. حنا ديك الساعه مشينا الطاكسيات اللي واقفين تما في الباب ما خلينا لما المسقسينا سقسينا في الجانب هنايا في الجنب ديال الغابه هنايا، فتشنا في هذاك اللي قال يكون خرج تما وجلس نهائيا ما جبرناه شي. السيد مع 12 ديال النهار ديال في النهار الاثنين يومنا هذا ما كاينش اللي خبر عليه نهائيا مره. دابا الاخت ديالو مسكينه جابت كانت معاه والمراه ديالو، قال لك دابا اختو كتقول شنو دابا جبت خويا سيبته هنايا ومشيت بحالي. هذا الشيء اللي كاين، ما خلينا ما فيه ما فتشنا، مشينا فتشنا في على برا في السبيطارات، فتشنا في الخيريات، سولنا في الخيريات اللي بلينا الناس برا كنسولوه ما خلينا ما فيه فتشنا. عملنا في الفيسبوك عملنا والو ما كاينش السيد الاثر ديالو. هاد الحالة السيد هو مريض بالرية، عنده حبة في الرية، هو مهلوك ماشي ما يقدرش زعما يتمشى، شي غير كيمشي بشويوش هاي بشويوش مسكين. هادشي اللي كاين الحالة ديالو. صافي دابا حاليا كيقولوا هما خرج. طالبنا الكاميرات قالك الكاميرات ما تما ما كايناش الكاميرات نهائيا، ما وصلينش تما الكاميرات ما كاينينش تما. قول على الاقل غير نتبعوه نشوفوه، قال لك ما كاينش هذا. مشينا للكوميساريه قالوا لنا 48 ساعه عاد رجعوا. رجعنا عملنا الديكلاراسيون وداك الشيء، قال لك سيروا للمحكمه عملوا الشكايه عاد عندنا الحق نشوفوا الكاميرات. صافي هذا الشيء اللي كاين، ما جبرناه شي نهائيا السيد، بحال خلينا فين فتشنا. خوتو البارح ثاني عاو جاوا ورجعوا للسبيطار، مشاو سولوا الموتى شافوا التصويره قالوا السيد راه ما عندناش ما كاينش هنايا، ما ميتش. مشينا للفريانات ديال الحيريه سقساونا تما، انايا مشيت تما الفريان الحيريه اللي تما اللي رجع جديد تما، سقسينا تما الناس. كان واحد السيد تما الله يجازيه بخير، وريت له التصويره ديالو وداك الشيء، وريت له التصويره قال هذا السيد ما دخلش عندنا نهائيا. دابا باقي مولاي يوسف، قلت ملي نمشي من هنا نشوف عاود، على الله وعسى ما ربما يكون شي طاح اللي تخرج اللي كيقولوا هما خرج، ما ربما يكون طاح ولا داوا شي سبيطار ولا هادشي اللي كان. ما كاين حتى شي جديد دابا، ما كاين حتى شي جديد اللي كيما خرج، ما بقيناش سقنا عليه شي خبر نهائيا مره. من نهار اللي مشى مسكين جابوه والله لابيلانس كيفتش معاهم، لابيلانس باقا كتستناهم. دابا ملي دخل هذاك السيد والله الا باقي كيستناهم لابيلانس. لابيلانس رجعت خاويه، كانت غنرجعهم ديك الساعه جابتهم غنردهم، لابيلانس مشى فحالو خاوي. فوقاش هو دابا مريض هو مده واقيله شي 6 شهور هكاك، هو كيتبع تما، هو ما كانش عمده شي شهر، هيدك شي شهر ونص
نقول لك شي شهر ونص كانوا كيجي جابوه هنا هنايا للرباط. بالحق الطبيب ديال الطبيب تما هو اللي صيفطو ندفعونا الرباط، هو اللي دفعونا الرباط. والسيمانه اللي قبل ديال رمضان شي مده شي جوج سيمانات جابوه وردوه، جابوه في نهار ورجعوه، رجعوه وقالوا له عطوه الموعد نهار أربعة في شهر أربعة في شهر أربعة صافي. هي هذيك ملي قلت لك ملي جابوه قلت لك عنده واحد حبه في الريه، ونهار اللي جابوه بغاو يعملوا تحينه من تحليله منه باش يعرفوا النوع ديال المرض شنو هو، ديك الحبه شنو فيها، واش فيها الله يحفظ هذاك ولا الله اعلم. صافي هذا الشيء اللي كاين هو اللي مهم من ناحيه المرض. الطبيب اللي صيفطه نهار أربعة شهر أربعة في أربعة في الشهر. لا لا ما كيقدرش هكا، قلت لك يتمشى بشوي واش هيدا كيتخلف يخلفها بشوي واش. انا حاليا الصراحه ما نقدر نشك حتى في شي حد الله اعلم، ما نقدرش نقول حيت انا ما انا اولا بعد ما كنتش معاهم باش نشوف، كون كنت معاهم نقدر نكون عندي شي شك شي حاجه. انا عاد عيطوا لي جيت عندهم، دابا الاخت ديالو والزوجه ديالو هما اللي غيشكوا شنو فين هذا. اما انا غير عاودوا لي عيطوا لي في التليفون جيت عندهم قالوا لي ها شنو وقع وها شنو وقع جيت عندهم. صافي ما بقيت كنفتش معاهم نفتش او كناكد من الاخت ديالو داكشي اللي عاودت لي راه كنعاودو. قالت لي جبنا السيد دخلنا عطانا الفلوس وعطانا التليفون ودخل باش يعمل سكانير، ملي مشينا قالوا لنا هاكو سيري طبعوا الوراق، مشينا طبعنا الوراق رجعنا جبرنا السيد ما كاينش. ملي قلنا سقسيناهم قال لك راه طلع بحالو مع الدروج، ما جبروهش نهائيا تما. انا ما نكذبش عليك انا ما نقدرش الله اعلم واش باقي تما، وهذا الله اعلم اذا خرجهم كما كيقولوا هما خرج مشى شي مطاع الله اعلم. كان الرساله ديالي كنتمنى يا ربي الحبيب اذا كان الله اعلم كما كيقولوا هما خرج، واذا اتصل به شي واحد ولا دهن عنده للدار ولا دهن شي مستشفى ولا دهن شي مطاع، نتمنى الله يعلمنا ولا يعمل شي فيديو ولا يعمل شي اعلان ولا يعمل الله يجازيه بخير. لان الام ديالو في واحد الحاله مسكينه لا يرتا لها الصراحه هي دي ولا العائله ديالو ولا كل شيء. هذا ما قبلتوا الخبر ديال لا صعيبه بزاف، راقتو مسكينه راه بعد نهار الاثنين دنت علينا المغرب هنايا، تصوري من 12 النهار وحنا كنفتشوا المغرب دنت علينا هنايا اختو راه مسكينه مرطات بزاف ماشي من نهار الاثنين اليوم الجمعه لا والو ما مشي ما توصلناش حتى شي واحد ما دانا ليهم حتى شي حد ما وسولنا فيهم سقسينا الكاميرات كيقول لك انا ما وصلنيش الكاميرات، انا ما كاينش الكاميرات. راه كنشكركم بزاف بعد اللي جيتوا عندنا الله يجازيكم بخير الله يرحمكم الوالدين، ونتمنوا لله سبحانه وتعالى يجيب الله ربي سبحانه وتعالى اذا لقى شي واحد. انا بعدا كنقولها وباقا كنقولها اذا عمل خير في شي واحد وشافه ولا شي حاجه يعلم القنوات يعمل شي اعلان ولا يعلم الله يجازيه بخير، هذا الشيء اللي كنتمنى. اشترك الان في قناه اشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.